حفلت دان وهاد متح لوريجين أيام ما أنت خد عدد مجال ده بلدوين حرام تجوب الكيران وحنا كسر قب جل مسؤولين تقصر اسم مام الكيرش بالله وكم يدا وزير كارمها وجودا يشود وكل وزير كمالية دا وزير كأمنية وحنا حفلت دح لوريجين تكاه لقدوميها دقمة بلدوين محمد عبد غلافو أو الشيخين وصل دوين يقدوميها جوب الكيران. شدوا كله واحد جاب تكه اللي وسير كأمني شدوا كله تليها عينك النساء لبض الجبل هيرش بالله. سلوينا هنوس سلوينا يوم الدنيا عصر جبل كهيرة عبد الله يسفر مدن عبد الله يسفر وربنا هاي كسرتو ما هو عصر جبل كهيرة الدنيا عصر جبل كهيرة عبد الله يسفر وانا سلوينا وانا جبلينا وانا شقينا إن شاء الله. ugudan beeti goobta waxa ka hadlay gudoomiyaha cusub ee gobol kiraan oo sheegay inuu wax badan ka qaban doono xaaladda gobol kiraan qofka waa la taageeri karaa dadka la taageeri karaa qofka rashnaa oo reer ama qofka hadii aad reer ila marasho qaysa oo sida aad loo soo gooyay ma aad taageertay oo qofka iyo gacmaha aad loo rushay aad xilid loo bartay aad marasho qaysa insha Allah waxaan arkayna waxaanu goobta ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleed Kirshabeelle محمد توان علاو ورركه تلفزيونك عالمي ستار بلد وينه.